كاين امور خفيه مثلا نستناو فيها، وكاين امور ظاهره للعين. نذكر لك راه الشباب كاين واحد ما عندوش خدمه، كاين واحد راه بطال والله قالب لا هو لا بوي ولا خيوط ولا كذا خدمه ما كانش. كاينه عندنا ثاني مشاكل هنا ما تنساش، في اللي راه فيها مشاكل هنا ان شاء الله باذن الله. ماذا بنا اللي يكتب له رب العالمين يكون ابو الجميع. السلام عليكم. اييه يكون ماذا بنا ابو الجميع، ما يكونش واحد، ما يكون المهم الشغل الشاغل انه يكون ابو العرش، ابن العرش، ابو العرش، اخو العرش، ما يكونش عنده عنصريه مع هذا ولا مع هذا. هذه لا. عندنا مشاكل ثانيه راها في بلادنا وفي قاشينا وفي كذا، ماذا بنا ثاني ننتظروا خير ان شاء الله رب العالمين يجعلنا لها، ربي يوفقنا ان شاء الله لحلها. اللي فيه الصلاح ربي يجيبه ان شاء الله. اللي فيه الصلاح ربي يوفقنا ان شاء الله.